وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. معلش أنا طولت عليكم. نعم بس يعني أقفل الحتة الأخيرة كنت بتكلم عليها في الفيديو الجزء اللي فات، ونبدأ إن شاء الله نشتغل حاجة. إن الفكرة بتاعت إن إحنا نشتغل أجزاء دي مش فكرة يعني من اختراعي أو كده، المفاهيم دي مفاهيم الناس الشركات اللي بره عابوا عليها اصلا من زمان، بس احنا يمكن ما نعرفش. لكن هما بيشتغلوا فكره الايتريشنز، يعني اكتر من 80% من الشركات اللي بره بتشتغل فكره الايتريشنز، بيمسكوا اجزاء صغيره وكل جزء زي ما انتم شايفين، ما اعرفش واضحه عندكم ولا لا، بيجيبوا الريكويرمنتس والاناليسز ويعملوا ديزايننج ويعملوا بيلدنج لامبلمنتيشن وتستنج وبلاننج، ويبداوا يخلصوا مرحله قد كده ويبدا يخش في اللي بعديها كل اسبوعين خلاص، حتى مش ما بيكملوش حتى من 2 ل 4 مانثس، ده ده ساعات بشهر، دي ويكس، من 2 ل 4 ويكس، بحيث اجزاء اجزاء كل اسبوعين بيخلص جزئيه وبيشتغل يعيد تاني من الاول الريكويرمنتس واناليسيس وديزاين. لكن احنا بنشتغل باسلوب وما زال موجود في مخنا كلنا كعرب يعني، او اغلب الشركات اللي اشتغلت فيها عارف ده، ان الشركات شويه وخام وحاجه لسه شغاله بحاجه اسمها الووتر فول، شغاله بالفكر هي فوقيه في دماغها وفي حياتها وفي اساليبها وفي اساليب شغلها كله، هي الفكره دي. مش عارف يعني هي واضحه ولا لا، بس هي دي الفكره اللي عندنا احنا دايما، دي احنا بنعمل نجيب ريكويرمنتس ونعمل اناليسيس ونعمل ديزاين ونعمل امبلمنتيشن ونعمل تيستنج ونعمل مينتنس وخلاص يبقى خلصنا. احلام دي، انا عشت سيستمز كتير جدا في بالشكل المتخلف ده، وعرفت ان ده كلام مش يعني ليه عيوب قاتله، عيوب قاتلة خلاص. لكن الشركات بتاعتنا بتحب تميل إليه، لأن تفكيرنا الإداري عايز ياخد ديسيجن هنا، عايز ياخد ديسيجن هنا دايما، ديسيجن هنا وانت لسه مش فاهم ولسه ما عملتش أي حاجة، ولا ريكويرمنتس واضحة ولا الناس بتحاول ولا ديزاين ولا امبلمنتيشن ولا ولا ولا، وبالتالي هو بيزقك على إن أنت تعمل كل مرحلة الأناليسيز هنا عشان تبقى أنت فاهم. هو ده ما بيحصلش، لان زي ما قلت لكم انت بتفهم في الاخر، تفهم مدى استيعابك بيزيد في الاخر، ده اغلب السيستمز طبعا ما بتكلمش على كل السيستمز، مدى استيعابك بيزيد في الاخر، ولذلك اغلب السيستمز بتاعتنا المبنيه بالشكل ده بتبدا تفشل بسبب الفكر ده، بسبب الووتر فول ميثودولوجي دي. اما هم اغلبهم ما بيشتغلوش الكلام ده كله، تمام؟ هو بيشتغل على سبرنت، السبرنت بتاخد مراحلها كلها، تمام؟ من اناليسيز للديزاين للبيلد للتست للريفيو، ويخش على بعض، تمام؟ يخش على بعض وياخد حته ثانيه، ياخد حته ثالثه، ياخد حته رابعه، بعد حته بعد حته بعد حته، يبدا يكمل الشغل. وهو بيبدا في مرحله ثلاثه هنا، هو خلاص اوريدي استوعب كتير من المرحلتين اللي فاتت. وهو بيبدا في اربعه كان استوعب كتير من واحد واثنين وثلاثه. ولسه بيبداها. لسه بيبداها. فلسه بيبداها وهو فاهم، تفرق كتير قوي. وحتى لو الموديول ده كله اتضرب مننا بتلعب في سبرنت واحد وكان تفكيرنا غلط او التاني، ولا هيفرق معانا، لان الشغل كله هيتخطى الشهر في الشغل او اسبوعين ثلاثه. لكن انك تمشي بقى ان بنيت كله في الاول ولازم كله يمشي على اللي انت بنيته في الاول ده، وفي الاخر بتبدا تفهم ان الكلام ده ما بقاش ينفع، بتبقى خلاص بقى كل حاجه راحت. يعني بيبقى انت في الاخر الموضوع مش هينفع اللي انت بتفكر، فاهمني؟ فبنضطر نسلم اي حاجه وكلام زي كده، والكلام ده كله يعني كلام غلط. دي طبعا، فانا يعني عايز اكد بس ان هي من فكره البريفكشن عاديه، تمام؟ يوصل للجود انف، اوصل في وقت قليل لشغل المستوى المطلوب، فبركز على المطلوب، تمام؟ على زي ما بيقولوا يعني مركز الهدف على طول، ما ضيعش وقت. يعني ياخد جزء من المشروع يا دكتور عادل ويعتبر هو ده المشروع ويشتغل عليه يخلصها خالص، ياخد جزء تاني يعتبر مشروع جديد ويخلصه خالص، وبعد كده يجمع الاثنين مع بعض. ممكن يكون لا، ممكن تكون المرحله الثالثه تجميع الاثنين مع بعض عادي جدا. عادي يعني يفضل ماشي بالطريقه دي، يعني كانه كل الجزئين دي مشروع الواحد مش جرب اي حاجه، مش في دماغه حاجه ثانيه خالص، عايز يخلص دي بس. هي والمطلوع بعد كده. يعني مثلا تخيل ان احنا بنبني مثلا سيستم لمدرسه، مش تخش في سيستم المدرسه ده مثلا هتلاقي حاجات كتير جدا، موديولز كتير جدا، زي مثلا طلبه وشؤون الطلبه، زي الحسابات مثلا،
زي الكنترول مثلا زي الى اخره. تمام، كل المكتبه والباص المكتبه والباص وغيره وغيره كتير. انت ما تخشش ده غلط، غلط. انت لو حطيت كل حاجه دي قدامك هتقعد تسقف وتطبق، مش هتفهم حاجه، مش هتستوعب. ولو قعدت تقول لي لا انا لازم اطلع بالاناليسيس كامل دلوقتي، اعرف انك انت بتهرب، لانك هتخش هتقعد تعوم عند بتوع الحسابات في افكار، وهتقعد تعوم عند بتوع الكنترول في قصص ثانيه خالص مالهاش دعوه باللي انت بتتكلم فيه، وهتروح تعوم هتروح شويه طلبه في قصه ثانيه، وهتقعد في نفسك يعني لا يا جدعان ده ابلكيشن كبير جدا بلاش نشتغل فيه، ده فاشل من الاول، السلام عليكم وتمشي. انا بقول لك هيحصل كده، او هتشتغل فيه زي ما انت بتقول تتفق كده تقول ما هيخلص وديته له هيخلص في 3 شهور باذن الله، وتخش بقى ايه ولا انت فاهم حاجه في اي حاجه، ولا هتخلص حاجه في 3 شهور ولا في 6 شهور ولا في سنه، كل تقديراتك غلط. ليه؟ لانك انت قدرت احنا بنسميها قدرت حجم الفيل، انت ما قدرتش اجزاء مقاسه. فهمت حاجه؟ انت حطيت الفيل كله قدامك اللي هو السيستم بتاع المدرسه كله، وبتقول هو لازم يتاكل دلوقتي كله، هو لازم كده عشان نبقى فاهمين الموضوع من اول لاخر. فاهمين ازاي؟ فقطع يا ابني، فانت شغال عمال تقطع في الفيل كله وهتطبخه كله ويتاكل كله مره واحده كله. طبعا ده كله غلط، ده كله غلط. انت بتعمل ايه؟ تقول والله طب بص يا جماعه احنا هنبدا بالمديول مثلا بتاع شؤون الطلاب مثلا، او هبدا مثلا بال اسمه ايه؟ اي حاجه. فبتاخد موضوع واحد تمام؟ جواه بقى يبدا يتقسم. يعني مثلا اخدت كنترول ماشي اوكي. هل الاول تقول ايه؟ في عندنا جوه الكنترول مثلا عايزين نشتغل على الطلبه مثلا. بس وتبدا تشتغل على الطلبه. تمام؟ السنه الدراسيه والبتاع ومش عارف ايه والمواد وتشتغل على الطلبه، كانت تشتغل على المواد، كانت تشتغل مثلا على الامتحانات ومواعيد، كانت تشتغل على النتائج. فكانت تشتغل فاهمني؟ انت عمال تجزء نفسك اجزاء 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 عشان تطلع بايه؟ بسيستم صغير واحد او سب سيستم زي ما بنسميه. تقول لي لا ده لازم خد بالك ده انتجريشن مع السيستم الثاني، ده هيبقى فيه كذا. لو قعدت تفكر في كل مع بعض مش هتنجز حاجه. ابني كده طب بنيت وخلصت الحمد لله، جيت اخش على السيستم شؤون الطلاب، لقيت الطالب ده ليه بال وما يعلم بال الا ربنا. عند شؤون الطلبه الطالب قصه ثانيه خالص غير الكنترول كان كده الدنيا كانت بسيطه في الطالب. تقول لي لا يا كان غلط، يبقى احنا كنا من الاول يوم كنا المفروض ناخد بالنا من الطالب ده وما كناش عملناه بالشكل اللي عملناه في الكنترول ده، بس ما كناش عملناه على قد الكنترول. لا غلط، هو الصح انك تعمله على قد الكنترول. تمام؟ ولما بتيجي تروح عند شؤون الطلبه بتبدا بقى تنهانس بالطالب. فانت بتنهانس في حته اخذت منك مثلا خدت تاخد اسبوعين ثلاثه شغل في القديم بتقعد تنهانس فيها، في حين انك انت لو قعدت تفكر من اول يوم الطالب في بياناته مع الاكونت الحسابات وبياناته مع شؤون الطلاب وبياناته مع الكنترول وبياناته مع الجابيه، انت هتقعد اكتر من شهر واثنين وما خلصتوش. وبرده لما توصل قدام تقول ودياه ده احنا في الاكونت ده لازم الطالب كان يكون دي كذا عشان ممكن يبقى ليه فلوس وعليه مش عارف كام وبتاع او يكون دفع الكتروني وكده بقى. وبدات تفهم في الاخر حاجات انت ما كنتش واخد بالك منها. برضه هنعدل في الطالب ده اللي انت لسه بتتكلم فيه. فهمتني؟ انت كنت من اول لحظه معلق نفسك ومعلق الدنيا كلها والحياه كلها انك هتعمل حاجه مش هتفتحها تاني. وده اصلا تفكير خاطئ في السوفت وير اصلا من اساسه. ما تيجي تبص على كل الشركات الناجحه مفيش حاجه اسمها سوفت وير بيتقفل. انزل ببرجن وانزل بكره ببرجن تاني وانزل ببرجن تاني وانزل ببرجن 10. ليه احنا مش ناجحين كده؟ عشان تفكيرنا غلط. معرفش انا رديت على الفكره كده. لا تمام يا دكتور كده امل في بكره. انا كنت فاكر ان انا غلط فعلا. لا اسمك من وخد بالك كمان ما تخليش حد يربكك. في ناس مهمتها في الحياه ان هي تضيع نجاح الشخص. خليك واثق في اللي انت بتعمله لنفسك. بمعنى انت وصلت لمستوى وتعلمت شيء ما تبصش لواحد تاني يقول لك يا انت لسه هنا. ما تنتبهش خالص ليه. ده تفكير فاشل. واحد يقول لك انت ايه اللي خلاك تخش بايثون يا عم انت؟ ده ضياع ده. ده انسان ضايع، ده هيضيعك. سيبك من الناس دي خالص طول ما انت شايف كل يوم بتتقدم وكل يوم بتكتسب.
خبره عن اللي قبلها، انت ممتاز، انت ماشي صح. انا كده هوصل. لكن لو انا قعدت ان انا ده يشغلني الكلام وده يقول لك انت ما اشتغلتش ليه، ماشي ليرنينج، انت انسان تعبان، انت هدد المستقبل كله، واحد يقول لك مستقبل ايه، اسمك انت من الكلام ده. خش معانا بقى في سيستم بتاعت البيج داتا، فيها شغل وفيها طلبات في الشركات، واوعى واحد تقول لك يا عم انت اصلا اللي دخلك في الموضوع ده، انت كنت اشتغلت سي ورحت عملت مش، لا 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 ما تسيبوش بقى بنزل. ده تشتيت، ده تشتيت، واصله الشيطاني، اصله هو اصلا بيخش لك من باب ده عشان ما توصلش لحاجه مفيده، هو عايزك دائما ما توصلش لشيء مفيد. تمام؟ تمام يا دكتور. الذي تخبطه الشياطين في الارض حيران. فانت ما تحاولش نفسك تخش بالحيره، انت خلاص ماشي على طريقه، بتقدم فيه خلاص انا ماشي صح. ولو اتجاه من الاتجاهات، انا مش هشتغل كل حاجه في العالم، مش مطلوب، اتجاه من الاتجاهات بس. عرفت تبقى بتاع موبايل ابلكيشن، ما تقدرش تاكل عيش وفتح شركات قاعده بتاكل موبايل ابلكيشن او بيعملوا ابلكيشنز بس وشغالين وعاملين في شركات وبيشتغلوا بياكلوا عيش ومرتبات ورايحين بيت وشغلهم عادي خلاص، ما هو حياتهم في اتجاه ومركزين في المشكله يعني. لا انا عايز اطلع، لازم ابقى طياره، ما تطلعنيش عربيه فيها، لا انا لازم ابقى مرسيدس، لا مرسيدس لا، انا عايز ابقى بي ام دبليو، لا مش عايز دي، انا عايز ابقى طياره يعني. ما ينفعش مش كده. تمام. من واحنا بنعمل شركه عربيات دلوقتي، شركه سيارات، كان كده معايا ان انا وانت هنعمل شركه سيارات خلاص. لو قعدنا نبص على 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 عربيات شركه اودي وشركه بي ام دبليو وشركه مش عارف ايه، مش هننتج حاجه، مش هنعرف اصلا، لان كانت نظرتنا خاطئه اصلا. احنا لسه هنخش السوق وهنفهم، اعمل حاجه على قدك بس، تمشي باربع عجلات فاهمني، بكره طورها، بكره حسن شكلها، بكره اضيف لها امكانيات، بعده اعمل لها كده واحده واحده عشان تعرف تطلع. لكن لو قعدت تقول لا انا مش هينفع اطلع بالعربيه اللي هي شبه الطياره دي عشان الناس لما تشوفها تاخد عندنا فكره معينه وبتاع وكلام من ده، اعرف انك مش هتطلع، مش هتطلع. بص على اي مبنى، اي عماره بتطلع في الاول بتبقى عباره عن ايه؟ بنعملها حفره ونبدا نجيب لبش بنرمي فيها وشكلها بيبقى سيء. نعمل بس اول دور كده بقى اعمده بس من غير حيطان، منظرها بيبقى مش كويس، بس هو ده البدايه، هي دي البدايه. بعد كده ببدا احط حيطان كده في اول دور، ها شكلها وحش. فين اللمسه الاخيره بتاعه اسمه ايه اللي بره على العماره ده؟ خلاص الفينش الاخير ده، ما اعرفش بيسموه ايه، تدي بقى لون للعماره وشكل وبتاع وكلام من ده، والانوار تركب والدنيا تبقى حاجه ثانيه. هو ده اللي انت بتبص له اول يوم يا راجل، يعني انا ولسه ما حطيتش الاعمده ولسه ما عملتش حيطان، هقول لك لا اهم حاجه عندي اللون بتاع العماره والفينش اللي من بره واللي مش معروف، بشغل نفسي بحاجه انا لسه مش في مرحلتها. فهمتوني؟ تمام يا دكتور. فلا تبتدي الاخر قبل الاول تستفيد. طب هو حد عرض المشروع؟ انا جيت متاخر في الحلقه، ولا حد عرض المشروع او ممكن اعرض المشروع او هندخل في حاجه جديده اسهل؟ اتفضل لو عايز تعرض حاجه اتفضل. طب ماشي اوكي. شير للسكرين. شير اتفضل. حضرتك كان شايف الكود معايا؟ لا لسه مش فاتح حاجه. ايه ده؟ كده شيرنج. دي نفس الشاشة بتاعتنا ونفس موضوع الستيودنت عموما. واحد قاد ستيودنت، اتنين ابديت. نبدأ واحدة واحدة. كلنا فاهمين الفكرة، فخش على طول.
اوكي ممكن نقول 10. أي حاجة. student add successfully نشوفها. الحاجات دي كلها شو قول من عندك انت مفهوم، احنا عايزين نشوفها من عندك انت على طول عشان نستنى. تمام تمام. كانت 10 صح؟ 10 بس اتحط بعد الواحد. مشكلة ماشي. هي ابديت هو كله شغال. انا عايز اوريك حاجة تانية يعني. هو كله ماشي. شغال. انا فاهم اللي انت عايز توريهولي بس يعني على طول تيست كده على السريع بس. اوكي. انا عايز توريني ان بتسويتش على الكونكشنز وبتشتغل على الباقي عادي يعني. مش مشكلة. ايوه هو ده. تمام. سيرش على واحد بقى. سيرش رقم 4. 10. تمام. تغير. اعمل له ديليت. تمام. اعمل ده شو اول. رقم 5. بس ببساطة. لست. مش اي مشاكل. هي النقطه اللي انا تعبت فيها وحسيت ان انا بعد ما تعبت فيها ان انا فعلا ايديا بقت في الكود وبنجز دي. انا لو شلت دي وحطيت دي انا هكونكت على سيكوال سيرفر. طب وايه التعب في كده؟ ايه التعب في كده؟ ما هي دي النقطه يعني. انا عملتها الحمد لله بال الموضوع انت كنت ممكن كنت متخيل انك انت بتبعت يعني بارام معين انت هتشتغل على سيرفر او شغال كذا وهو وانت حاطط الكودين وبتسويتش انت اوتوماتيك والموضوع بسيط لان انت بتغير الكونكشن فقط لغير مظبوط اللي هو بس دي بتاعت الكونكت. انا عايز استخدم حته الاوبجكت اورينتد وان انا انهيرت وان انا اعمل بوليمورفيزم. انا عارف ان انا معقدها على نفسي بس انا عايز اعرف حاجه هو البوليمورفيزم معقد ولا الاوبجكت لا انا كنت ممكن اخد اوبجكت وكونكت وخلاص بس انا عايز استخدم الحاجات اللي احنا خدناها في الليفل الاولاني. بس كده هو تعمل اوبن كونكشن وكلوز كونكشن وعامل الانيشيشن بس. تمام. ويعمل واحده هي بنفس الاسم في تو كلاسز مختلفين يعني في حته هنا في افكار هنا لو انا كلمتك فيها هتظبط شغل اعلى من كده بكتير بس انت برضه فصلت ما بين الافكار يعني. يا ريت يا دكتور يعني يا ريت نبدا شغال حتى شغال او دي بي سي والاو دي بي سي ده ليه مشاكل خاصه بيه يعني. او دي بي سي ده اكسكلوسيف بس هو مشهور يعني. طب كويس جدا. طبعا انت يعني انا يعني مش بقول لك كده عشان احبطك انا بشجعك ان مربوط ده كويس جدا. انا ده كويس جدا بالنسبه لي ان حضرتك تقول لي هنا في تكنيك احسن ده بالنسبه لي كويس جدا. ده اللي انا عايزه اساسا. في افكار كتير يعني بما ان الكلام دوت يعني انت ممكن تعمل شغل بولينج يعني ويبقى في كذا داتابيز نفس السيستم وبتسويتش ما بينهم في افكار معينه وعلى حسب ابعاد معينه مش بس مجرد يا ده وانا ارجع اغير في الكود. لا انا ممكن اشتغل بسويتش اوتوماتيك وكلام زي كده على حسب يعني بارامترز معينه اتنقل من سيستم لسيستم اخر. لكن في الاخر اللي انت وصلت له ده هو ده الطبيعي ده الصح. انا عايز اخد منك انت عشان اشجع بقى الناس. مش انا عايز كل الناس بقى يعني يتم تشجيعها وكل الناس تشتغل يعني. القصه مش مستحيله ولا شيء. القصه بسيطه جدا بس انك انت تمد ايديك يعني. هو اللي هو عمله ان هو اشتغل على اسكو سيرفر اثبت لي خلاص ان انا على حسابور انا وصلت اللي انا عايزه. انا كان كل الفكره ان انا اقول لك انك لو اتعلمت ده هتعرف تمشي على اي حاجه عادي. ده بيز وعارف افكار متشابهه. الدنيا مش غبي ولذلك
هو يدري وصلت. فانا هاخد من كلامه وهبدا اعمل معاكم محاضره كده لذيذه شويه بعد اذنكم.